وزارة الموارد المائية والري، هي الوزارة المسؤولة عن إدارة منظومة المياه في مصر، ويتم ذلك من خلال فريق عمل متكامل من المهندسين والفنيين والإداريين يعملون دون توقف لتوصيل المياه للمزارعين على مستوى الجمهورية في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة عن طريق نظام معقد للغاية ويحتوي على تفاصيل كثيرة. وتتم عملية توصيل المياه من خلال قطاعات الوزارة المتعددة التي تستخدم أحدث التقنيات. جناح الوزارة الرئيسيان الري والصرف، كفتا الميزان اللتان تعمل من خلالهما الوزارة وتمارس أنشطتها الرئيسية لإدارة شبكة الترع والمصارف التي يبلغ طولها 55,000 كيلومتر. ويعتبر قطاع الري هو المسؤول عن توزيع المياه وصيانة الترع وتطوير وتحسين كفاءة إدارة المياه. أما عن تخطيط وتنفيذ مشروعات الصرف فالمسؤولة عنه هي هيئة الصرف، والتي تقوم بتصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى والسطحي وصيانة مجاري الصرف وتصميم وتنفيذ محطات الصرف وتصنيع مواسير الصرف المغطى. ولخصوصية الطبيعة الجغرافية لمصر فلا يمكن أن ننسى أهمية محطات الطلمبات التي تتولى رفع المياه وأيضاً محطات الصرف، وتتولى مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال تصميم وتنفيذ وصيانة وإدارة محطات الري والصرف. وتمتد مسؤولية الوزارة لتشمل أيضاً حماية الشواطئ المصرية، وقد قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمشروعات للحماية بلغ طولها ما يزيد عن 140 كيلومتر بالبحرين المتوسط والأحمر. وتمثل الخطة العاجلة للحماية من أخطار السيول انعكاساً لجهود الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية، حيث أنفقت الوزارة على أعمال الحماية من السيول بعدة مناطق بسيناء والصعيد في العام الماضي فقط مبلغاً يعادل المبلغ الذي تم إنفاقه على أعمال الحماية خلال السنوات العشر الماضية مجتمعاً. أما حماية النيل من التعديات والتلوث فقد أفردت لها الوزارة اهتماماً خاصاً، حيث أطلقت الحملة القومية لإنقاذ النيل في شهر يناير عام 2015، وأعلن السيد الرئيس هذا العام عاماً للنيل. وكما اهتمت الوزارة بالأنشطة الخارجية اتجهت أيضاً لبناء ودعم القدرات البشرية للعاملين بها من خلال مركز التدريب الذي تمتد مظلته لتشمل تدريب العاملين بالوزارة والأشقاء العرب والأفارقة في مجالات متعددة فنية وتكنولوجية وإدارية. كما أولت الوزارة اهتماماً كبيراً للبحث العلمي باعتباره ركيزة التقدم الحضاري، وذلك من خلال المركز القومي لبحوث المياه والذي يتبعه 12 معهداً بحثياً لإجراء وتطوير البحوث النظرية والتطبيقية في مجال تنمية وإدارة المياه في مصر. وكان لتوعية جميع فئات المجتمع المصري
بأهمية ترشيد استهلاك المياه نصيب من اهتمام الوزارة، فقامت بعمل عدة حملات للتوعية على مستوى الجمهورية استخدمت فيها جميع الوسائل الإعلامية. وحرصت الوزارة أيضاً على توثيق تراثها العلمي باعتبارها أقدم مدرسة للري من خلال إنشاء مجموعة من المتاحف تحكي تاريخ الري في مصر وتوثقه بوسائل متعددة، كما تساهم في زيادة الدخل القومي. ولم تقتصر جهود الوزارة على محيطها المحلي، وإنما امتدت لتشمل الدائرة الإفريقية التي تعتبر الامتداد الطبيعي لمصر، فدول حوض النيل كانت وستظل في رباط أبدي مع مصر بحكم التاريخ والجغرافيا. ولم تتوقف مصر عن التعاون مع أشقائها في أفريقيا عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. وإذا عدنا إلى صفحة من تاريخنا القديم نجد أن إنشاء السدود والقناطر كان من أهم الأهداف التي وضعها حكام مصر نصب أعينهم لتوفير المياه باستمرار والحفاظ على استقرار المنظومة الزراعية في مصر والتحول من ري الحياض إلى الري الدائم. ومن هنا جاء دور قطاع الخزانات والقناطر الكبرى كقطاع مسؤول عن تصميم وتنفيذ وصيانة منشآت الري الكبرى على نهر النيل والرياحات الرئيسية. وتأتي قناطر أسيوط الجديدة التي سيتم افتتاحها في هذا العام إن شاء الله، لتضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تكتب في سجل التاريخ بحروف من نور. جهود دؤوبة متواصلة تبذلها وزارة الموارد المائية والري لتوصيل المياه إلى كل مستخدم لها من أقصى البلاد إلى أقصاها، حتى تتحقق لمصر التنمية والرفعة التي ننشدها لها. حمى الله مصر وحفظها من كل سوء، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.